حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي. أهلا بك سيد حميدي. طبعا هناك تحالف قطبي الإرهاب في اليمن بين الإخوان والحوثيين، هو مثال طبعا يتوج جهود قطر وإيران بإثارة الخراب والدمار والفوضى في المنطقة. من وجهة نظرك ما الذي تريده الدوحة في اليمن؟ من الذي تريده، إيران أم قطر؟ إيران وقطر. طبعا بالطبع قطر هي المولوده الغير شرعيه لايران، وبالتالي تحولت الى جسر عبور للمعونات الايرانيه التي تصل الى اليمن بحكم موقعها وبحكم انها كانت يعني تلتف على دول الخليج، وهي جزء من دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هي في نفس الوقت تعمل ضد مجلس التعاون الخليجي وتسعى الى بدر الارهاب ليس في اليمن فقط، وانما تحاول ان تصدر ذلك الى دول المجلس. قطر تبدو وكانها امسكت بالطرف الاول المرتكب بالحوثيين، وقطر بايران، اما قطر فقد امسكت في الجانب المتمثل في الاخوان المسلمين، وبدات عمليه بناء معسكرات وتدريب ارهابيين في مناطق عدة في اليمن. نعم. ولهذا الدولتين يشكلان مع بعض إرهاب مزدوج. أجل، ألا تتفق أنه بعد الكشف طبعا عن الوجه الخفي لقطر حول دعمها وتمويلها للإرهاب وقطع الدول الداعية لمحاربة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية له، هل تأثيرهما بشكل واضح في انحسار العمليات التي ينفذها المتمردون على الأرض ضد القوات الشرعية وقوات التحالف في اليمن؟ قطر تحاول الآن أن تعاند وتحاول تظهر أمام العالم بأنها لم تتأثر، لكن من الواضح انها تعيش حاله يعني تخبط كبير جدا وتعيش وضع سيء، وهي تدرك ذلك وقيادتها على اطلاع على كل ما يحدث في قطر، وبالتالي ما هي الا يعني اتابعه واشرطه قليله. نعم. ويبدو نتائج الحصار واضحه سواء على المستوى الاقتصادي او حتى على مستوى الفرد، ولا نستبعد ان يبدا الشعب يستشعر ذلك ويثور ضد هذه القياده التي تريد ان تسلقه من محيط اقليمي دول الخليج وان تربي فيه الى احضان ايران. ولكن نتكلم في نقطة محددة، هل الكشف عن الوجه الحقيقي لقطر هل أثر على العمليات التي كان يقوم بها المتمردون على الأرض ضد الشرعية؟ أي أنها انحسرت؟ أنا كنت على 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 يعني في طريق الحديث عن هذا الأمر منذ خروج قطر من التحالف، بدأت برضو تحاول أن تكثف من هجماتها لتأكد أنها ما زالت موجودة. هناك الآن جرائم كثيرة جدا يرتكبها الإرهابيين وكذلك الحوثيين، بعد أن ضيق الخناق عليهم. القوات البحرية مثلا استطاعت في 48 ساعة أو 72 ساعة أن تحتل المناطق التي كانت تتمركز هي القوات القطريه، وبالتالي اتضحت من الصوره وانكشفت بان قطر لم تكن الا داعمه ولم تكن مع الشرعيه. هي الان تحاول ان يعني تظهر وجه اخر متمثل في زياده عمليات الارهابي في مناطق كثيره جدا، تحاول تدعم لكي تثير العالم او لكي تظهر للعالم ان قطر ما زالت قويه وباستطاعتها ان تقاوم هذه الدول، لكن الحقيقه ان كل هذه مجرد فقاعات يعني ما هي الا فقاعات يعني ستنتهي عن قريب، وستعود قطر تلك الدول الضعيفه التي لا تستطيع حتى ان تخرج من نبق الارهابيين الذي رفضتهم وسينطلقون عليها عما قريب. نعم، من القاهره سعاده وكيل وزاره الاعلام اليمنيه صالح الحميدي، شكرا جزيلا لك.